ساعدتنا ان احنا نكون اعلاميات وعندنا يمكن جزء بسيط من هالخبره البسيطه نطلع بثقه نطلع بثقه وبالماده المطلوبه عارفين كيف نخطي خطوه في اخذ المعلومه. يعني مثل ما قلتي هو قبل نقص الصوره او نقص الخبر ونلصقها في بعض الاحيان. بالضبط بالضبط. طيب حكيني عن بدايه كتاباتك، يعني بما انك الان انت كاتبه في الصحيفه صحيفه الشرق جريده الشرق الفضائيه، فحكينا عن بدايه كتاباتك. والله الكتابه كانت قبل الاذاعه، كنت اكتب قبل لا ادخل الاذاعه. طبعا البدايات دائما كل كاتب او كاتبه يبدا بالخواطر لانها هي تلامس الوجدان اكثر، اعتبرها نوع سهل جدا من الالوان الادبيه اللي الواحد ممكن يبدا فيها. بعد ذلك يمكن سنين تميت اكتب خواطر واشعار، بعد ذلك تخصصت في الثقافه والفنون في جريده الشرق. صار العمود بما انه ينزل في الملحق الثقافي صار في نوع من الالتزام ان انا التزم بالقضايا الثقافيه والمواضيع الثقافيه، فتوجهت الى المشهد الثقافي المحلي في قطر. جميل ان احنا في الصحافه دائما نغطي المشهد الثقافي عندنا في قطر، المشهد الثقافي متعدد متنوع حافل بالكثير من الاصدارات من الكتاب الاسماء المعروفه سواء من النساء او الرجال، المفروض ان احنا نسلط الضوء عليهم ونحاول في هذه الصفحه او يمكن انا شخصيا عبر مقالاتي ان انا ابرز هذا الجانب الجميل، اتكلم عن كتاب صدر في قطر حديثا عن كاتب قطري كاتبه قطريه سواء كان هذا القلم خبره او كان قلم مبتدئ. الاقلام المبتدئه تحتاج ان الاعلام تدعمها وتوقف معها. توني بقول لك محتاجه دعم، محتاجه ان احنا نسلط عليها الضوء، محتاجه ان احنا نساعدها، محتاجه كثير منا كون يعني كون عندنا ولو خبره بسيطه، لكن ايضا هي تحتاج هذا التميز. زهره، يعني 20 سنه والله ما بعرف حتى يعني ايش اقول لك عن احساسك الان بعد 20 سنه انت في الاعلام، اعلام قطري تغيراته مرور التاريخ على هذا الاعلام، زهره اين الان؟ الان طبعا في اذاعه قطر كاتبه برامج معده ومذيعه. اول ما دخلت يمكن بديت ببرامج تسجيليه، بعد ذلك طلعت على الهواء. اول برنامج كان اسمه تسجيلي الوان الجمعه، الوان الجمعه كان يضع البرنامج صباح كل جمعه. بعدين لما في مشواري على الهواء كانت بدايتي مع استاذي عبد السلام جاد الله، هذا الشخص الرائع الاديب الشاعر المتحدث، تعلمت منه كثير اختشاعي. يعني انا ما تعلمت منه فقط انا كيف اطلع على الهواء وكيف اتكلم وشلون اختار المواضيع، تعلمت من الاستاذ عبد السلام جاد الله ان انا اطلع على الهواء بدون اوراق، ما اعتمد على السكريبت، ما اخذ معي شيء اقرا منه، كيف انا اكون تلقائيه مع المستمع، شلون اتكلم، الارتجال على الهواء، الابتعاد عن التصنع. في نفس الوقت تعلمت منه ان انا اكتب اذا ابغي اعد لبرنامج معين. كون ان انت كاتبه قبل لا تكونين مذيعه يمكن هذا كثير ساعدك انك فعلا يكون لك هالاسم، يكون لك هالنجاح، يكون لك هذا التميز، وخاصه احنا عارفين ان المذيع كل ما اعد لنفسه كل ما كان افضل كماده انه ممكن يطرحها على الهواء. طيب زهره، سؤال اخير، ذكرى تبغين تضيفينها هني في المتحف؟ والله اشياء وايده ومحتاجه تفكير اختي شايعه، ما اقدر اقول لك الحين ذكرى. انا احتاج البوم صور لكل الفعاليات البرامج. في شيء ما لاحظت انه اذا موجود ولا لا، الريلات اللي كنا نسجل عليها البرامج. نتمنى بشوف انا بعد شوي. انا سالتك سؤال اخير قبل ما نطلع فاصل، لكن انا بخليك معاي وعندي لك اسئله كثيره، لان احس ان 20 سنه مليانه بالاحداث، مليانه بالذكريات، مليانه بالتاريخ. عموما مشاهدينا راح نطلع فاصل قصير، هذا الفاصل عن اليوم الوطني وراح نعود لكم. We'll be right back.
وعاملتنا بالصدق والنصح والنقة. وعاملتنا بالصدق والنصح والنقة. حياكم الله معنا من المتحف في درب الساعي، متحف مؤسسة قطر للإعلام، وما زلت مستمرة مع زميلتي زهرة السيد، إعلامية مذيعة في إذاعة قطر وأيضا كاتبة في صحيفة الشرق. زهرة، يعني احنا قلنا ذكريات وانت قلتي تبين تضيفين هالذكريات، انت عندك انا متاكده لان كل ضيف اسئله عندك، انت مكتبه ذكرياتك الخاصه فيك عن شغلك في الاعلام، عن ظهورك الاول، فهل عندك فعلا هذه المكتبه؟ عندي اكيد، عندي يمكن مثل ما قلت لك الاشرطه القديمه، الريلات كنت بسجل عليها بعض المواد. ايضا من الذكريات الجميله اللي موجوده عندي اختي شايعه، كان في برنامج ثابت تقريبا اسبوعي في اذاعه قطر اسمه صندوق بريد 3939، قدمته انا وزميلي عبد السلام جاد الله. اليوم استاذ عبد السلام جاد الله موجود معنا في الاستديو مع الدكتوره الهام، وحديث شيق عن الذكريات. البرنامج هذا كان يمكن من البرامج القويه لهواة المراسلة، برامج المراسلات، فكانت تجينا رسائل من كل مكان. قبل النت، قبل اليمين. أيوة. الأظرف كانت تتجمع، يعني الحلقة الواحدة يمكن كنا نحاول نقرأ فيها أكبر عدد من الرسائل. أنا إيش كنت أسوي؟ كنت أخذ الأظرف مع الطوابع وأخليهم. الحين في مكتبتي عندي مجموعة كبيرة من أظرف هذه الرسائل، عليها طوابع أختي شايعة يمكن ما تكون موجودة الحين. عليها طوابع لزعماء يمكن رحلوا، لذكريات او حتى احداث تاريخيه. هذه خطوه ذكيه اتخذتيها، لان الان مثل ما قلتي هذه تعتبر ذكرى يمكن مو موجوده، بس نتمنى انك تصورينها وتنزلينها انستغرام لمحبينك، ويمكن اضيفها للمتحف. ممكن اضيفينها للمتحف، لابد انهم راح يبحثون عن بعض الذكريات عندكم. طيب، غير الرسائل؟ غير الرسائل اختي شايعه بعض الكتب. خليني أقول لك، الدكتورة إلهام بدر ضافت لي مجموعة حلوة، يمكن بين فترة وفترة كانت تهديني أحد الكتب اللي هي كانت تستخدمهم في البرامج. لو تشوفين هذه الكتب جدا قديمة، يمكن سنوات الطبع من قبل ما أنا أولد، من قبل ما أنا أولد. الورق حتى ما تقدرين تمسكينه في يدك، تخافين أن الورق خلاص يطيح. فكتب جدا قديمة وحلوة وفيها مواد بحثت عنها في الانترنت ما لقيتها ابدا، فيمكن هذه من اجمل واحسن الاشياء اللي احتفظ فيها. لازم انا احييك جدا، فعلا احييك ان قدرتي ان يكون عندك متحفك الخاص. نتمنى هالرسائل ان شاء الله تجيبينها لنا هني في المتحف ونشوفها ان شاء الله. اكيد، او على الاقل تصورينها لنا انستغرام ونشوفها ان شاء الله، لان هذه ذكرى رائعه يا زهره، واحساس رائع. انا عارفه ان كل ما لمستي هالرسائل كل ما استرجعتي احساسك في ذاك الوقت. عموما اختي زهره، انا اشكرك جدا على وجودك معنا، واشكر تواجدك وظهورك على الهواء، جميل جدا خاصه في مثل هذه الايام. يعطيك العافيه اختي شايعه، وانا اشكرك على هذه الفرصه الجميله نطلع فيها مع بعض على الهواء ولاول مره. اذا مشاهدينا، راح نرجع لكم في استوديونا من درب الساعي.